السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله عن حاجة اسمها الالدهيدك اند كيتونيك اسيد. ببساطة كده من اسمها احنا بنتكلم عن الكربوكسيليك اسيد، يبقى اذا عندي سي او او اتش، وهلاقي معاها في نفس المركب يا اما الدهايد اللي هي السي اتش او، يا اما كيتون اللي هي السي دبل بوند او. تعالوا نشوف ايه حكاية بقى الالدهيدك والكيتونيك اسيد دي. قال لك اول مثال على الالدهيدك اسيد حاجه اسمها الجلايكوسيليك اسيد. وده بيجي او بيبقى موجود في الانريف فروتس اللي هي الايه، الثمار او الفاكهه الغير ناضجه. بيتحضر ازاي المعلم ده؟ قال لك بتعمل انت عملية هيدروليسيز لدايكلورو اسيتيك اسيد باستخدام المي. ادي دايكلورو سي ال وسي ال، وادي الاسيتيك اسيد سي اتش سي او او اتش، المفروض ده سي اتش 3 سي او او اتش، وحطيت له ايه 2 سي ال، فاسمه دايكلورو اسيتيك اسيد. هتعمل له انت عملية هيدروليسيز في وجود المية، هيطلع لك 2 اتش سي ال ويدي لك COOH CHO. يبقى تاني الجلايكوسيليك اسيد ده عباره عن تفاعل الدايكلورو اسيتيك اسيد مع ميه، يحصل هيدروليسيز يديني COOH CHO ويطلع 2 HCl. تاخد انت المعلم ده بيقول لك لا يحتوي على الفا هيدروجين اتوم، وبالتالي بيدخل في تفاعل اللي هو الكانيزارو رياكشن عشان يكون لي حاجه اسمها الهيدروكسي اسيتيت او الالفا هيدروكسي اسيتيت والاوكزاليك اسيد. ازاي؟ ادي سي او او سي اتش او، اتنين منه هيتفاعلوا في وجود ال ان اي او اتش، يكون لك حاجه اسمها الاوكزاليك اسيد او الصوديوم اوكزاليت. المفروض الاوكزاليك اسيد ده عباره عن سي او او H مع COOH، طير H2 المربط بإن إيه، المهم يعني ده بيسموه الأوكزاليك أسيد. وحاجة اسمها الألفا هيدروكسي أسيتيت، أسيتيت ده اللي هو إيه، الملح. يعني آدي COOH وآدي الكربونة اللي بعدها الألفا مربوط بيها إيه، OH، فدي ألفا هيدروكسي أسيتيت اللي هي الإيه، COO نيجاتيف، و ربط فيها ال ان اي عشان ال ان اي او اتش. تعال نوضح الكلام ده شويه. ده اللي هو سي او اتش، سي او اتش بيسموه الاوكزاليك اسيد. وده سي او او نيجاتيف، وهنا سي اتش 3، ده كان اسيتيك اسيد، شلت الشاي بقى اسيتيت. تمام. الكربونه دي اللي هي اول كربونه بعد الكربوكسيليك بيسموها الكربونه الفا، فهنا مربوط بيها او اتش اي، يبقى الفا هيدروكسي او الفا هيدروكسيل والاسيتيت. طبعا دي نيجاتيف، تيجي الصوديوم تربط معاها، وكذلك نفس الكلام الاوكزاليك سي او نيجاتيف تربط معاها وهكذا. يبقى خلاصه الكلام الجلايكوكساليك اسيد ده او بيسموه جلايكوكساليك اسيد اوكسو ايثانويك اسيد، ده الدهيدك اسيد بعمل هيدروليسيز لدايكلورو اسيتيك اسيد في وجود الميه يديني الالدهيدك اسيد ده، يدخل في تفاعل الكانيزارو رياكشن عشان يكون لي الالفا هيدروكسي اسيتات والاوكزاليك اسيد. تاني واحد عندي في الالدهيدك اسيد او تحديدا بقى الكيتونيك اسيد بيسموه البيروفيك اسيد
او الاسيتايل فورميك اسيد او الالفا كيتو بروبيونيك اسيد اللي هو سي اتش 3 سي دبل بوند او سي او او اتش. ده بيتحضر ازاي يا معلم؟ بتعمل انت عمليه هيدروليسيس لاسيتايل سيانايد. انت الاول سي اتش 3 سي او سي ال تفاعله مع كي سي ان اللي هو الصوديوم البوتاسيوم سيانايد يدي لك سي اتش 3 سي او سي ان اللي هو الاسيتايل سيانايد. في وجود الدايل اسيد يعمل هيدروليسيس فيحول لك الاسيتايل سيانايد ده الى بايروفيك اسيد او اسيتايل فورميك اسيد او الفا كيتو بروبيونيك اسيد. يعني ايه الفا كيتو بروبيونيك اسيد؟ بروبيونيك يعني بروبان، ادي واحد اتنين تلاتة، واسيد عشان السي او او اتش، والفا كيتو يعني الكربون الالفا عبارة عن كيتون جروب. تمام كده؟ طيب قال لك البيروفيك اسيد ده او الالفا كيتو بروبيونيك اسيد بيتفاعل او بيتصرف على انه كيتون وعلى انه اسيد، يعني يشتغل شويه كيتون يشتغل شويه اسيد. فبيقول لك بيكون حاجه اسمها الاوكزيم او الهيدرازون، وبيعمل عمليه ريدكشن للامونيوم سيلفر نيتريت، وهو نفسه بيحصل له اكسده اهوت، بيحصل له اكسديشن ويتحول الى اسيتيك اسيد. يعني البيروفيك اسيد تعمل له اكسديشن يتحول الى اسيتيك اسيد، اسيتيك اسيد، ويحصل له ديكربوكسيليشن بدايل اتش 2 اس او 4 ويدي لك الدهايد. يبقى انا دلوقتي الايه البيروفيك اسيد جه ازاي؟ عملت هيدروليسيس بدايل اسيد لاسيتايل سيانايد سي اتش 3 سي او سي ان، ودايل اسيد اداني سي اتش 3 سي او سي او او اتش، عملت له اكسده او هو اتاكسن اداني اسيتيك اسيد وسي او 2، وعملت له ديكربوكسيليشن ب اتش 2 اس او 4 يديني الدهايد وتطلع سي او 2. طيب الميكانيزم بتاع عمليه الديكربوكسيليشن، ادي البيروفيك اسيد سي اتش 3 سي او سي او او اتش في دايل اسيد، الاو دي تاخد اتشايه فتبقى او اتش بوزيتيف لان معاها رابطه زياده، بعد كده الدبل بوند تتكسر فالاو اتش ترجع لوضعها الطبيعي عليها لومبير اوف الكترون، والبوزيتيف تشارج تروح على الكربون. طيب المركب عايز يبقى ستيبل بقى، عايز يظبط نفسه، الرابطه دي تتكسر وبالتالي الاو تعمل دبل بوند هنا ويتكون لي دبل بوند هنا مع الكربونه فيديني سي اتش 3 سي اتش او اللي هو الالدهايد و سي او 2. يبقى هي الفكره كلها ان انت دخلت الاتشايه بوزيتيف تشارج، كسرت الدبل بوند البوزيتيف تشارج على الكربونه، المركب اتكسر كون لي الدهايد و سي او 2. اتكلمنا عن المونو كربوكسيليك اسيد اللي هي الساتيوريت اللي هي ما فيهاش اي دبل بوند. هنتكلم بقى دلوقتي عن حاجه اسمها الانساتوريتد مونو كربوكسيليك اسيد، يعني في دبل بوند موجوده في الكربوكسيليك اسيد اللي عندي. ده مثال، ادي ايه؟ ادي الاسيد سي اتش 3 سي اتش سي اتش سي او اتش، يبقى ادي كربوكسيليك اسيد وفي دبل بوند ده، يبقى ده مونو كربوكسيليك اسيد، يعني في سي او اتش واحده وفي دبل بوند يبقى انساتوريت. بيتسمى ازاي بقى يا معلم؟ قال لك انت بتدور على اطول سلسله تحتوي على مجموعة الكربوكسيل وفي نفس الوقت الدبل بوند، يعني تعد بحيث تجيب أطول سلسلة موجودة فيها الكربوكسيل والدبل بوند، والبوزيشن بتاع الدبل بوند أو مكان الكربونة يعني اللي مرتبطة بالدبل بوند تديله الرقم حسب الترتيب. إزاي؟ تعال نشوف السلسلة هنا، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى ميس إز بروب بيوت بنت، يبقى دي بنت، بنت تانية تكتب بنت،
وبعدين الدبل بوند عند الكربونه الثالثه، ادي 1 2 3 يبقى دي 3 و اينويك اسيد. تعال نشوف مثال ثاني، سي اتش 3 سي اتش دبل بوند سي اتش سي او او اتش، ادي 1 2 3 4. قال لك هو هنا سمى بطريقه مختلفه شويه، ان انت بتسمي الاسن كسبستيتيوشن للالكين اللي عندك. يعني ايه؟ يعني هتعتبر ان السي او اتش كلها عباره عن سبستيتيوشن، وتعد من اول الكربونه اللي بعدها، ادي 1 2 3 يبقى بروبان، وفي دبل بوند يبقى بروب 1 عشان الدبل بوند عند الكربونه الاولى، اين اللي هي الاي ان اي بتاع الدبل بوند بتاع الالكين، 1 كربوكسيليك اسيد. يبقى انت بتسمي بطريقتين، اما تجيب السلسله الاطول تعد وتبدا العد من الكربوكسيليك اسيد وتكتب بنتانويك اسيد مثلا وتشوف المكان اللي فيه الدبل بوند تحط الرقم بتاعه، او انك تعتبر مجموعه الكربوكسيل سبستيتيوشن وتعد من الكربونه اللي بعدها 1 2 3 يبقى دي بروب اللي هو البروبان، والدبل بوند عند الكربونه الاولى يبقى 1 ادي مكان الدبل بوند، اين عشان الدبل بوند او الالكين، وبعدين مجموعه الكربوكسيل عند الكربونه الاولى برضه يبقى 1 كربوكسيليك اسيد. ده اللي هو الانساتوريتد مونوكربوكسيليك اسيد التسميه بتاعته. تعالى بقى يا معلم اما نشوف امثله على الانساتوريتد مونوكربوكسيليك اسيد ده. احنا اتفقنا ان المونوكربوكسيليك اسيد يعني في مجموعه كربوكسيل او مجموعه سي او اتش واحده، وانساتوريتد يعني هلاقي دبل بوند. قال لك حاجه اسمها الاكريليك اسيد سي اتش 2 دبل بوند سي اتش سي او او اتش، ميث اكريليك اسيد او ميث اكريليك اسيد نفس المركب بس احط سي اتش 3 كسبستيوشن، كروتونيك اسيد سي اتش 2 دبل بوند سي 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 اتش 3 سي او او اتش، في هنا المفروض سي اتش كمان يعني المركب ده ناقص سي اتش، المفروض دي سي اتش 3 سي اتش دبل بوند سي اتش سي او او اتش، يعني ان ده هو ده. ما علينا، في حاجة اسمها السيناميك اسيد. السيناميك اسيد ده عبارة عن كربونتين بينهم دبل بوند، الكربون الأولى فيها مجموعة كربوكسيل سي او او اتش، المجموعة التانية فيها الكربونة التانية مربوط فيها مجموعة فينايل أو حلقة بنزين. فقال لك لو السي او او اتش وحلقة البنزين الاتنين في نفس في نفس الاتجاه كده يبقى سيس سيناميك اسيد، لو مجموعة الكربوكسيل سي او او اتش في ناحية وحلقة البنزين في ناحية يبقى ده ترانس سيناميك اسيد. ازاي احضر المونو انساتوريتد كربوكسيليك اسيد؟ قال لك هاخد مثال عليه اللي هو السيناميك اسيد اللي احنا لسه شايفينه ده. عندي ثلاث طرق لتحضيره. الطريقة الأولى اسمها نوفينجر رياكشن، ودي بحضر بيها الالفا وبيتا انساتوريتد اسيد، وحاجه اسمها الكلاسن رياكشن، والثالثه اللي هي تحضير الالفا وبيتا انساتوريتد اسيد عن طريق عمليه الهيتنج لالفا برومو اسيد مع ايثانوليك او الكحوليك كي او اتش. تعال نشوف الكلام. الطريقه الاولى ان انت بتفاعل بنزل دهايد سي 6 اتش 5 سي اتش او مع اسيد او اسيتك مع كربوكسيليك اسيد اللي هو سي اتش 3 سي او او اتش لكل اتنين، هيدي لك سي 6 اتش 5 سي اتش دبل بوند سي اتش سي او او اتش. ده اللي هو السيناميك اسيد.
الطريقة التانية الكلاسن رياكشن الدهايد برضو مع CH3 اللي هو الإيثايل أسيتات CH3 COO إيثايل، لأن ده أسيتيك أسيد وشلنا الـ HI وحطينا إيثايل يعني ده يعتبر إستر CH3 COO إيثايل إيثايل أسيتات. قالك هيديني سيناميك أسيد C6H5 اللي هي دي حلقة بنزين CH دبل بوند CH COOH. طيب الطريقة التالتة ان انا اعمل عملية هيتنج لألفا برومو أسيد مع إيثانوليك QOH او الكحوليك QOH. ادي الألفا برومو أسيد RCH2CHBRCOOH اللي احنا لسه اتكلمنا عنه اللي هو الألفا هالوجينو أسيد، اسخنه مع QOH إيثانوليك QOH يديني RCH دبل بوند CHCOOH اللي هو السيناميك أسيد. طرق تحضير السيناميك أسيد دي مهمة، خد بالك منها وركز عليها. طيب التفاعلات بقى بتاعت المونو انساتيوريتد كربوكسيليك أسيد دي أو الانساتيوريتد مونو كربوكسيليك أسيد، قال لك أول حاجة الريدكشن وتاني حاجة الهالوجينيشن. عملية الريدكشن وخد بالك بقى مهمة، لأن هي الريدكشن نفس الريدكشن لنفس المركب بس اختلاف الريجنت هو اللي يخليه الاختلاف في الناتج. بمعنى ايه؟ ادي مركب CH3 CH دبل بوند CH COO ايثايل اهوت، هعمل له ريدكشن بان ايه بي اتش 4 وميثانول هيديني برايمري الكحول. طب لو عملت الريدكشن بال اي ال اتش 4 قال لك هيديني برضه برايمري الكحول بس انساتوريت، يعني هلاقي ايه؟ دبل بوند. طيب لو عملت الريدكشن دي ب H2CD هيديني اسيد او كربوكسيليك اسيد، يبقى الانساتوريتد مونو كربوكسيليك اسيد. لو انا عملت له عمليه ريدكشن، لو الريجنت اللي عندي NABH4 يديني برايمري الكحول، لو LIALH4 برايمري الكحول بس انساتوريتد يعني في دبل بوند. طب لو الـ H2 مع الـ CD يديني أسيد اللي هو الـ COOH. النوع الثاني من الرياكشنز اللي هو عملية الهالوجينيشن، ادي CH2 دبل بوند CH COOH مع الـ HCl، قال لك هيكسر الدبل بوند ويدخل الـ CL في ناحية والـ HI في ناحية. تفاعل سهل ما فيهوش أي كلام يعني. كسر الدبل بوند CL هنا و الاتشاي هنا، وده زي ما انت شايف طبعا داخل انتي موركونيكوف، الاتشاي داخله مع الكربون اللي معاه اتشات اقل والسي ال مع الكربون اللي معاه اتشات اقل. بيقول لي في حاجه اسمها الجاما لاكتون بتتكون لما يحصل تفاعل للجاما انساتوريتد اسيد مع الكونكسلفيوريك اسيد. احنا اتفقنا قبل كده ان اللاكتون ان المركب بيلف حوالين نفسه ويعمل لي حاجه اسمها اللاكتون رينج. قال لك هنا بتتكون ازاي؟ انا عندي جاما انساتوريتد اسيد، يعني الدبل بوند عند الكربونه الجاما مش الايه؟ مش الفا ولا بيتا. ادي السي او اتش، ادي الكربونه الفا، كربونه بيتا، كربونه الجاما، وادي الدبل بوند، يبقى ده جاما انساتوريتد اسيد. هدخل عليه H2SO4 كونك او مركز، يعني يحصل عملية تكوين لللاكتون رينج او حلقة اللاكتون. مركب هيلف على بعضه، دبل بوند هتتكسر ويرتبط بالشكل اللي انت شايفه ده. توفيق ان شاء الله، جزاكم الله خير.